النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم سادت أجواء باردة شتوية ماطرة ومثلجة في أغلب مناطق المملكة، حيث أثرت المملكة بحالة أو بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة، مترافق بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، انخفضت على إثر درجات الحرارة بشكل كبير، هطلت زخات من الأمطار في أغلب مناطق المملكة، كانت عبارة عن زخات ثلجية متراكمة فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر، فيما هطلت بعض زخات الثلوج في الارتفاعات الأقل من ذلك خلال ساعات الظهيرة، شملت بعض الأحياء من العاصمة عمان. نذهب الآن لنستعرض وإياكم المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة، ستكون حول انتهاء هذا المنخفض الجوي خلال الساعات القادمة اعتبارا من مساء يوم الأربعاء تحديدا، يتبعها موجة جليد وانجماد وانخفاض كبير على درجات الحرارة وعودة للرياح الشرقية اعتبارا من يوم الجمعة. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، وتوضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم المنخفضة والمتوسطة هي المرافقة للمنخفض الجوي الذي تمركز هنا فوق جزيرة قبرص وتحرك نحو السواحل السورية ثم يتحرك لاحقا باتجاه شمال سوريا مبتعدا عن المملكة، وبالتالي كل هذه الغيوم ستبتعد عن المملكة وتتلاشى وتقل كثافته اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء، وخلال الليل الأربعاء على الخميس يبتعد بشكل كامل هذا المنخفض الجوي عن المملكة. نتحدث الآن عن درجات الحرارة المنخفضة التي ستتبع أو ستكون خلف هذا المنخفض الجوي بعد ابتعاده، حيث يبتعد هذا المنخفض الجوي كما ذكرنا اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء، ويستقر الطقس خلال ليلة الأربعاء على الخميس، لكن الكتلة الهوائية الباردة والشديدة البرودة والقطبية تبقى متمركزة هنا في منطقة بلاد الشام. تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خاصة خلال ساعات الليل، لتكون درجات الحرارة حول الصفر المئوي إلى ما دون الصفر المئوي في عموم مناطق المملكة خلال ساعات الليل، يتشكل على إثر الانجماد والصقيع والجليد، وبالتالي ينبه من تشكل الجليد تحديدا في الطرقات التي شهدت تساقطا للأمطار، وبالتالي ستكون هذه الطرقات مبتلة، ومع انخفاض درجات الحرارة سيتشكل الجليد على هذه الطرقات لتصبح زلقة، لذلك يرجى الانتباه خلال هذه الليلة وخلال الليالي القادمة من تكرار فرص تشكل الجليد. نذهب الآن لخرائط توزيع الرياح المتوقعة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة. يوم الأربعاء تبقى الرياح غربية نشطة السرعة هي المرافقة لهذا المنخفض الجوي، بعد ابتعاد المنخفض الجوي تتراجع سرعة الرياح لتكون خفيفة، يتشكل على إثر الصقيع، لذلك من شروط تشكل الصقيع والجليد هو أن تكون الرياح خفيفة وليست نشطة السرعة، لكن اعتبارا من يوم الجمعة يمتد المرتفع الجوي السيبيري من العراق مجددا يدفع من جديد الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية نحو المملكة التي تزيدنا الشعور بالبرودة، وبالتالي أجواء شديدة البرودة إلى قارصة البرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية القطبية بالتزامن مع هبوب ونشاط للرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يكون الجو شديد البرودة، يبتعد المنخفض الجوي، يستقر الطقس، لكن يتشكل الجليد في عموم المناطق، تشمل هذه المناطق العاصمة عمان درجة واحدة فقط متوقعة كحرارة الدنيا، أما الملموسة درجة تحت الصفر، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة، السرعة تكون شمالية غربية الاتجاه. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الخميس طقس مستقر لكن شديد البرودة 7 إلى 1، نفس الأجواء يوم الجمعة، لكن تبدأ الرياح الشرقية بالهبوب يوم الجمعة لتزيدنا الشعور بالبرودة مع تجدد لفرص أو لتجدد تشكل الجليد خلال ساعات الليل والصباح الباكر خلال عطلة نهاية الأسبوع. يوم السبت أيضا تستمر الأجواء الباردة وشديدة البرودة خلال ساعات النهار والقارصة البرودة خلال ساعات الليل. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.